يجمع الأطباء وخبراء التغذية أن جسم الإنسان يكون في أفضل حالاته عندما يكون في حالة قلوية، أي في حالة تتراوح فيها درجة الحموضة بين 7.35 إلى 7.45 بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع ماني كنترول. وكذلك يربطون بين تناول الأطعمة القلوية واستعادة توازن درجة الحموضة في الجسم، مما يعزز الصحة العامة ويقلل الالتهابات وأيضا يحارب الشيخوخة. فما هو المؤشر المؤشر الهيدروجيني للجسم أو ما يعرف بالبي اتش، وما يعني أن الجسم حمضي أو قاعدي، وكيف يؤثر ذلك على صحتنا، وكيف نستعيد التوازن الحمضي والقاعدي؟ هذا وأكثر هو موضوع فقرتنا اليوم مع الصيدلانية واختصاصية التغذية العلاجية ميسم قرام محمد. وحياك الله وأهلا وسهلا فيك وحمد الله على السلامة. الله يسلمكم، أهلا، حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا فيك، نورتي تركيا أولا وعودتك يعني من سوريا. أيضا خلينا يعني نتكلم أكثر على هذا الموضوع ونفهم الجمهور ماذا يعني حموضة الجسم وقلوية، وما هو أصلا الرقم الهيدروجيني أو ما يعرف بالبي اتش. نعم، أشكركم بالبداية على طرح الموضوع. حقيقة الآن أصبحت ظاهرة عامة ومشكلة عامة عند الناس هي حموضة الدم. حموضة الدم هي هلأ إذا بنقول إحنا البي اتش من 1 لـ 14، شو معناته البي اتش؟ هو يعني قيمة تقاس في المختبر لقياس درجة حموضة الدم. البي اتش بين 1 لـ 14، من 1 لـ 7 حامضي، من 7 لـ 14 يكون قلوي. حموضة الدم مثل ما ذكر التقرير هي تكون النموذجية على 7.4، نتجاوز قليلا ل 7.3، بين 7.4 هي الحموضة النموذجية للدم ودرجة بي اتش الدم النموذجية. لكن عندما تنزل باتجاه الحموضة يعني تحمضن الدم، هون تبدأ بقى الخطورة وتبدأ ظهور الأعراض الخطيرة. والذي يضبط حموضة الدم في الجسم هي الكلية، الوظيفة الرئيسية تكون للكلية، وسنأتي إن شاء الله في التفصيل على الأشياء التي سببت ظهور ظاهرة احميضاض الدم عند الناس، وما هي الأشياء التي تساعد على تخفيض هذه الحموضة ورجعها لقيمتها الطبيعية. إن شاء الله بالتفاصيل هذه كلها بنتكلم اليوم، لكن لو نتكلم على تأثير الحموضة والقلوية على الجسم والصحة العامة بشكل عام، ما هو تأثيرها؟ نعم، هلأ بتلاقي هلأ في ناس لك أنا في عندي حالة خمول، ما لي حيل اتحرك، تعبان، فنحن نقول كسل، تنبلي، ما تصدقوها، خصوصا اذا كان في البنت بالبيت ولا كنه ولا لا. لا، هي فعلا الان اصبحت يعني شكوى عند الناس نتيجه تغيير نمط المعيشه اللي نحن عايشينه الان باخر 20 سنة، نتيجه قله الحركه مع اكثار من العالم الحيواني على حساب العالم النباتي. العالم الحيواني بشكل عام الالبان واللحوم والاجبان وكل المشتقات الحيوانيه والمواد الصناعيه والسكريات بشكل عام تساعد على تحمضن الدم ونزول البي اتش وزيادة حموضة الدم، على عكس العالم النباتي بكل خضر والفواكه. هي العكس، هي مواد تساعد على رفع بي اتش الدم باتجاه القلوني. فالأشياء الحامضية بالطبيعة اللي هي الخضر والفواكه، الفواكه الحامضة نحن الخوخ الحامض ما بنحبه كثير، المشمش الحامض وكل والليمون الحامض وكل شيء الحامض والجريفون وكل الأشياء الحامضة، هي على العكس تسبب تخفيف حموضة الدم وإرجاعها إلى التوازن. إلى التوازن. بينما الإكثار من اللحوم هي مواد قلوية تساعد على حمضنة الدم، فالحامض الحوامض النباتية تقلون الدم وتساعد رجعه لحالته الطبيعية، والعالم الحيواني بشكل عام والمواد الصناعية والسكر هي تساعد على حمضنة الدم لأنها قلوية. جميل، بالعكس. طيب خلينا نعرف التأثيرات. إذا نعم. إذا الدم صار قلوي أكثر، إيش التأثيرات اللي تحصل؟ وإذا الدم صار حمضي أكثر، ما هي انعكاسات ذلك على الصحة؟ عشان نعرف مهم جدا. هلأ شو معنى تحمضن الدم؟ يعني أن الدم مشبع بالCO2، بغاز ثاني أكسيد الكربون. هل المفروض أن الدم يكون مشبع بالأكسجين ويوصل الأكسجين إلى كل خلايا الجسم؟ الأكسجين عندما يدخل إلى الخلية يتم عملية الحرق، الميتابوليزم، الأيض بالميتوكوندريا، وتبدأ عندما يكون في استقلاب وحرق ينتج الطاقة اللي بها أنا أتحرك وأكون نشيطة وأكون بحيويتي الكاملة. لكن أنا عندما لا يصل الأكسجين إلى الخلايا، الجسم بحاجة اختناق،
الدم مشبع بال CO2 بثاني اكسيد الكربون بدل ما يكون مشبع من بالاكسجين. عندما يكون البي اتش الدم منخفض يعني في حموضه للدم لا يستطيع اخراج CO2 من الدم، لا نستطيع طرح CO2 من الجسم غاز ثاني اكسيد الكربون. أيوة. فهي هي هذه المصيبه انه الجسم بحاله اختناق، الاكسجين لا يصل الى الخلايا، عندما يصل الاكسجين الى الخلايا لا يوجد حرق وبالتالي لا يوجد انتاج طاقه، وبالتالي جسم منهك متعب ما عنده حيل يعمل يتحرك يعمل اي نشاط بدني. قبل دكتوره قبل ما نتطرق انه كيف ممكن نقيس الحموضه في المنزل، انا حابه اسال انه يعني سبحان الله كل شيء في الجسم يدخل لنا بطريقه خاطئه، في معانا جهاز داخلي يدافع عننا. نعم. انا سمعت مره انه المعادن تلعب دور كبير في تعديل هذا الموضوع، ما لو تشرحين هذه النقطه اكثر. نحن كنا عم ناكد على هي الفكره، الاكثار من العالم النباتي، الاكثار من الخضر والفاكهه، المعادن الموجوده في النباتات. نعم. الموجوده في النبات، المعادن الموجوده في العالم النباتي، النبات يحوي كل شيء لا ينقصه شيء، فيه مضادات الاكسده، فيه الفيتامينات، فيه المعادن كلها لا ينقصه شيء، الكالسيوم كل المعادن موجوده. نحن نفكر انه والله الكالسيوم فقط بالمشتقات الحليب والاجبان، لك اذا ما اكلت انا منين تحصل على الكالسيوم؟ الكالسيوم موجود حتى في الماء بكل خضر والفواكه، بكل عالم النباتي، لا ينقصها شيء من عالم من المعادن بشكل عام. اذا ضفنا لها الاسماك نضيف لها ما ينقص منها، نكملها بالاسماك، نضيف لها مع زيت الزيتون، مع الاكسار، دائما اعتماد على موسميه الفصول، دائما نؤكد على موسم يعني تقديس موسميه كل فصل واستهلاك الخضر والفواكه. تكلمنا في حلقات سابقه عن هذا الموضوع. نعم. لهذا يعني يساعد جدا بانه الجسم يحصل على كل حاجته بدون انا ما اضطر اخذها من المكمل الصناعي، لانه يعني لا يمكن ان يكون المالتي فيتامين وحب الموجوده في المختبر والتي صنعت في المختبر والمعادن التي تم تصنيعها في المختبر كل شيء طبيعي. صحيح. لا يمكن، لا يقارن السراب السوريه. يعني الحين نتكلم عن القياس، كيف نعم. اقيس اذا انا عندي مشكله في حموضه وقلويه الدم؟ لابد من الذهاب الى المختبر تقاس البي اتش بي المختبر، واي حدا ممكن يحس عنده هالاعراض خصوصا مرضى السكر خصوصا مرضى السكر هن يجب ان يعني يشدد عليهم اكثر من غيرهم من الناس الاصحاء على قياس بي اتش الدم، وعلى الانتباه جدا جدا لما ياكلون وما يستهلكون يوميا. فلذلك دائما مرضى السكر، امراض القلب والشرايين دائما اؤكد عليهم خففوا 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 من اللحوم الحمراء ولحوم الدجاج، واكثروا من عالم الخضار وعالم لانه لا يمكن ضبط بي اتش الدم وحموضته طالما في استهلاك مشتقات حيواني، لا يمكن، لا يستطيع الجسم. فانا بالاصل عندي اهل عندهم المشاكل بالسكر، عندهم الكليه اصلا يعني هي بحال جهد زائد عليها، اصلا هي تعبانه من السكر المشبع في الدم. فانا بدي ساعد انا جسمي، ما اكون انا يعني اقف مع جسمي لمواجهه الحاله المرضيه اللي انا فيها لحتى اضبط بي اتش الدم، لابد ان اساعده بتخفيف جدا 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 هذه المشتقات الحيوانيه، ممكن قطعها بالكامل وهم يستبدلوها بالاسماك وبالعالم النباتي واكثار الخضر والبذور والتوابل وكل الاشياء، وقطع كل المواد الصناعيه بشكل عام. يعني نقدر نقول انه هل في مثلا نظام معين ممكن يساعد الاشخاص على تحقيق التوازن ما بين الحموضه والقلويه في الدم؟ لو تعطينا مثلا فكره معينه او نصائح. اهم نصيحه بدون قطع جذر المشكله من جذره وحل المشكله كما نقول يعني واغلاق صنبور المرض قطعه بالكامل، تبقى كله حلول ترقيعيه. اي حل ممكن انا اقدمه يعني للمريض او للانسان او للناس بشكل عام يبقى حل ترقيعي وحل مؤقت ولا يجدي نفعا على المدى الطويل، يبقى حل المشكله من جذره وتعديل نمط المعيشه بالكامل، ومثل ما حكينا الاكسار من مضادات الاكسده والعالم النباتي مع الاكسار من المشي يوميا. هلا انا عم بلاحظ حركه عند الناس تقريبا شبه معدومه مع الحياه المكتبيه والحياه المعاصره بنعيشها مع حياه ستريس، المشي وادخال الاكسجين، دائما انا بدي الشهيق العميق وادخال اكبر قدر من الأكسجين للجسم والزفير العميق والطويل
حتى إخراج أكبر كمية من CO2 ثاني أكسيد الكربون. أيوة. بالنسبة لثاني أكسيد الكربون دكتورة، نعم. أنا سمعت مرة أنه أقدر في البيت أعمل اختبار بسيط أشوف عندي مشكلة ولا لا من خلال أخذ نفس وكتم الأنفاس مدة طويلة، نعم. فإذا لم أستطع أن في 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 صعوبة في الموضوع، نعم. فأنا عندي مشكلة، هل هذا حقيقة قلوية في الدم؟ يعني هي لا يعني ممكن تجانب يعني تكون تجانب الشيء المنطقي، لكن يبقى التحليل المختبر لابد منها، هي الحاسم وهي الفيصل وهي تعطي القيمة الحقيقية. وبالضبط لأنه نحن التعامل مع البي اتش يكون بالفواصل، 7.3 مقبول، أيوة. 7.2 لا، أنا ماشي باتجاه الخطورة وباتجاه دخولي بأعراض صعبة ولا سمح الله نزل أكثر من هيك قد تصل إلى الغيبوبة. نعم. طيب أنت ذكرتي اللحوم الحمراء وبعض الأشياء اللي، نعم. نتجنبها وسكريات ما إلى ذلك، لكن وضحي لنا أكثر يعني، نعم. أطعمة نتجنبها بالأخص مع تغيير نظام الحياة اللي زي ما ذكرتي بعض، نعم. الأشياء اللي صارت يعني كلها معلبة وغير طبيعية، نعم. فأنا كيف أعرف أنه في هذه الأطعمة يعني اللي لازم أتجنبها سواء تزيد من حموضة الدم أو من قلويته، إيش هي هذه الأطعمة علشان، نعم. يعني نبت في الموضوع قدر الإمكان، قدر الإمكان يعني يكون 90% من استهلاك اليومي، 90% الكفة تكون باتجاه النبات والعالم النباتي والأسماك، 90%، 10% ممكن لا اللحوم والدجاج، والذي يستطيع أن يضبطها قطعها بالكامل لمن عنده مشكلة حموض الدم، لمن عنده مشكلة السكر، عنده مشكلة القلب والشرايين. أنا أتكلم عن الناس عندها مشاكل صحية بتقول لك لا أستطيع، ما ممكن أن أترك اللحوم يعني. أيوة. طيب هذا اللي أنا ولو خلينا أعرف الكفة 80% باتجاه العالم النباتي و 20% أو حتى 10% مع الوقت من خفف جاه 10%. يعني أنت تنصحي الناس يصبحوا نباتين دكتورة؟ من عنده مشكلة حموضة الدم، أنا الآن عندي مشكلة صحية، أيوة. أنا عندي مشكلة خمول، أنا ما عندي طاقة، الجسم مخنوق، الدم مخنوق، الدم مشبع بغاز CO2 وأنا ما بقدر، والمواد الحيوانية تعطيني CO2 ترفع لي بالدم تزيد الحموضة، طيب. فأنا أزيد الطين بلة، أنا أزيد الطين بلة، أنا في عندي مشكلة صحية لابد من الحل، ما ممكن أهرب منها. تصل إلى العناية المركزة، نعم. يعني لما يزداد ممكن ما ممكن أنا يعني أهرب من المشكلة، ما ممكن أنا أهرب منها، لابد أني واجهها وأتحلى، لابد من الإرادة، لابد من الإرادة. ومع أنه هلأ يعني هو الأكل غريزة، في ناس يقول لك أنا عطيني كيس أدوية بتحمل بس لا تقولي لي أقطع عني أو غير نمط حياتي اليومي، لا، لابد من الحل المشكلة من جذرة، ولابد من الشجاعة، ولابد من الإرادة وأخذ الزمام صحيح المبادر. لأنه هذه الصحة والصحة ما لش ثمن، نعم. دكتورة هي بما أنك ذكرتي في البداية أنه ما فيش حاجة أحسن من الطبيعة، نعم. لكن في بعض الأحيان نضطر أن احنا نأخذ مكملات مثلا غذائية وأدوية، فما، نعم. هي مثلا المكملات الغذائية، نعم. إلى جانب المواد، نعم. الطبيعية، نعم. اللي نأخذها إذا عندنا مشكلة في القلوية؟ أيضا سؤال مهم جدا، من أهم المكملات اللي أنا أنصح بها جدا، وإذا سئلت عن هالموضوع الأوميجا 3، الأوميجا 3 الموجود، هو أصلا هو سمك يعني الموجود بالأسماك، ما قدرت أكل كمية مثلا من الأسماك بشكل أسبوعي بشكل شهري، ممكن عوض أوميجا 3 تصل حتى 3-4 جرام باليوم، مثلا 4-5 كبسولات من الأوميجا 3. ممكن أنصح جدا بالبروبيوتيك، يساعد على توازن البكتيريا الصديقة والفلورا بالأمعاء، لما تكون هي الفلورا بخير الجسم كله بخير، لأنه هي يعول عليه امتصاص كل فيتامينات المعادن، وكل ما نأكل هي تساعد على امتصاصه بالأمعاء. البكتيريا النافعة، البكتيريا النافعة البروبيوتيك ممكن أخذه على شكل مكمل. أيضا أنصح بال كمكملات الآن موجود بالسوق، موجود مثلا خلاصة التوت البري، موجود بالصيدليات كبسولات جاهزة، خلاصة التوت البري، خلاص بذور العنب مع قشوره، بذور العنب مع قشوره مضاد أكسدة مهم جدا، أيضا موجودة كمكملات. لكن الذي يأكل مثلا كل شيء موجود عنده، موجود بالبلد هو فيه، بالموسم اللي هو فيه، لا يعني ممكن يستغني عنها. لكن الأوميجا 3 البروبيوتيك لابد من تدعيمه، خصوصا نحن هالفترة يعني الناس بشكل عام نحن نعيش بعصر الأمراض، مناعة يعني منخفضة عند الجميع، مناعة منخفضة عند الناس، وخصوصا بعد كورونا وبعد اللقاحات، نحن في الآن بالأربع سنوات بعد كورونا بشكل عام نحن نعيش
بعصر الامراض ما كانت قبل 4 سنوات، بقول لك نحن كل عمرنا هيك بناكل ما كان هيك شيء، لا نحن الان امام معطيات جديده، أيوه. امام حياه جديده لابد ان نتعامل معها بشجاعه وباخذ زمام المبادره فعلا، واؤكد جدا على الحركه والمشي وشرب الماء بكميات كبيره. صحيح دكتوره فعلا، والكثير يعني من المقالات والدراسات اللي تتكلم وتناقش موضوع تغيير نمط الحياه والبدء باخذ خطوات جاده نحو الحركه والرياضه والاهتمام بتناول الاطعمه الصحيه. شكرا لوجودك معنا الصيدلانيه واخصائيه التغذيه العلاجيه ميسم قرى محمد، شكرا لكم، يعطيك الف عافيه. يعطيكم العافيه، شكرا.